الله أوقاتكم وأهلا بكم مشاهدينا إلى حوار جديد مع شخصية ريادية جديدة. يعرض جناح الفرص في إكسبو 2020 دبي قصة ضيفتنا التي تعمل على تقديم أفضل الحلول في مجال الزراعة وتأمين المواد الزراعية التي تناسب بيئة دولة الإمارات. فقد استلهمت فكرة عملها من تطبيق خاص بالمزارعين والتكنولوجيا الزراعية ومن معايير الزراعة العالمية، وعمدت إلى نقل هذه التجارب لنشر ثقافة الاستدامة الزراعية في الدولة. تدافع ضيفتنا عن مبدأ التغيير الإيجابي في المجتمع، حيث يكون كل إنسان سفير التغيير والاستدامة لخلق فرص جديدة للسكان في سنة 2030 والقضاء على الجوع. للتعرف أكثر على هذه القصة الريادية، يسعدني أن أحاور في الاستوديو اليوم المهندسة مريم الجنيبي، مؤسسة ومدير شركة نبتة الزراعية. صباح الخير مريم، كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير، صباح النور. يا هلا مريم. يعني أنت بتآمني أنه كل إنسان لازم يكون سفير للتغيير والاستدامة وللقضاء على الجوع وأعطاء فرص متكاملة وفرص يعني موحدة للجميع، ليكون كل عنده يعني اكسس على الطعام وعلى الزراعه. وهيدي الفكره مثل ما كنا هلا عم نحكي قبل الهوا، انه فكره جديده وغير اعتياديه خاصه بالبلدان العربيه. شو كان الحافز اللي ادخلك بهيدا المجال؟ هو هال يعني الطبيعه والزراعه شيء يعني انا كنت اشوفه من كنت صغيره. يعني كنت أسير مع يدتي المزرعة، وكنت أشوفها يعني تأخذ من محصول المزرعة وتوزع على الجيران والأصدقاء، فكان شعور حلو يعني. لكن حبي للزراعة يعني أو حافزي الأساسي في الزراعة أني بعد ما تمرست في هذا المجال شفت التغيير في بيئتنا إذا مارسنا الممارسة الصحيحة للزراعة. يعني إحنا دائما نسمع في الإمارات ما نقدر نزرع لأن الجو حار، ما عندنا مطر قليل، عندنا ملوحة. لكن أنا شفت يعني التربة كيف تغيرت في بيئة صحراوية ومالحة وقلة الأمطار وبممارسات زراعية صحيحة. فيعني تميت افكر يعني اذا انا وغيري، يعني انا والشخص اللي معاي، يعني مثلا انا عندي اشخاص اعرفهم، الشخص الثاني عنده اشخاص يعرفهم، فاذا هاي المعلومه انتشرت الناس بيعرفون شو هي الممارسات الصحيحه يعني للزراعه وبيستوي التغيير. رائع جدا. وهذا اللي خليك توصلي لمشروع نبتة الزراعية، بس كان في مشاريع كمان قبله. يا ريت تخبرينا عن هذا المشروع، خاصة انه هذا المشروع حسب ما قرأت عنه، بس بهمني اعرف منك مباشرة انه لا يعتمد على الطاقة، وممكن الواحد اعتماده على اسطح الابنية وبناسب كثير طقس دولة الامارات. يا ريت تخبرينا اكثر عن هذا المشروع. بداية مشروع نبتة يعني انا اسميه مشروع مجتمعي، لأن بدايته كانت من جروب واتساب، مجموعة من الناس اللي يحبون الزراعة ومتمرسين في الزراعة ويبون يتعلمون ويتطورون، وفي منها الناس اللي هي المتمرسين والمهندسين اللي يعطون الإرشاد للأعضاء اللي في الجروب. بعدين بعد رحت دورة للولايات المتحدة الأمريكية وشفت مجتمع المزارعين هناك، وشفتهم كيف يستفيدون من التعاون. نعم. من بينهم، فجبت الفكرة تبنيتها وجبتها هني ولست مع أعضاء الجروب. قلت لهم شو رأيكم نأسس شركة اسمها باسم الجروب النبتة، ويكون تكون هاي الشركة يعني نستورد فيها المستلزمات الزراعية اللي تفيد المجتمع واللي محتاجينها. نعم. يعني بدل ما أن الواحد يستورد ويدفع تكاليف عالية، لا احنا نستورد لهاي المنتجات وهو بيستفيد وغيره بيستفيد منها. فالمشروع الأساسي فيها بدينا فيه نظام يبناه من بريطانيا، نظام تستخدمين فيه الزراعة اللي هي احدى الزراعة
إحدى نظم الزراعة المائية بس بدون أي كهرباء، بدون طاقة. رائع. وترومين تستخدمينه في مساحات شاسعة يعني، وترومين تزرعين جميع أنواع الخضار وبعض أشجار الفاكهة المقزمة. ف يعني كان يعني جربناه احنا في البداية ولمدة سنتين، والحمد لله شفنا نتائج، وبعدين نشرنا عنه والحمد لله نلاقي تفاعل مع الناس، لأنه بدون طاقة وسهل الاستخدام، ما له داعي تسوين بنية تحتية عشان تركبينه. نعم. ترومين تنقلينه أي مكان. هيئة الصحة في دبي تبنوا هذا المشروع، ما قصروا، وسوينا لهم 3 عيادات، زرعنا لهم فوق الأسطح بهذا النظام. رائع جدا، وقصتك قصة نجاح بامتياز لجناح الفرص هون بأكسبو، بيعرض قصتك. يعني لما واحد يفوت على جناح الفرص بيسمع عن أعمالك، خبرينا عن التعاون مع جناح الفرص. بداية أشكر يعني حكامنا وفريق إكسبو على هاي الفرصة اللي عطوني إياها، إني نراوي إنه يعني نراوي الناس إحنا كمجتمع الإمارات، وأنا كامرأة إماراتية، إن إحنا في هذا المجال يعني. فهاي فرصة يعني كبيرة، والمجتمع والناس اللي من برا يشوفونها، لأنهم عندهم فكرة عنا يعني يعني كامرأة إماراتية عندهم فكرة، يعني عندهم صورة عنا، وإحنا في هذا الجناح كسرنا هاي الصورة. نعم. وراويناهم إن إحنا نقدر نكون في هذا المجال ونبدع في هذا المجال، مو مجال محتكر لأشخاص معينين أو جنسيات معينة، لأن إحنا في دولة الإمارات دولة المستحيل. صحيح. أو هذا الشيء يعني تربينا عليه، أو يعني فرصة أن نراويهم أن إحنا نقدر. صحيح. وكيف تكلما عن أكسبو وعن الفرص اللي بقدمها، كيف عم بتلاقي أكسبو بمكن رواد الأعمال خاصة بمجال الاستدامة؟ مثل ما ذكرت يعني هي فرصة أن يعني العالم يشوفون إحنا شو نقدر كإماراتيين. صحيح. بداية وكرواد أعمال طبعا هي فرصة يعني فرصة قوية ورائعة، أن يعني نقدر نتعاون مع شركات ثانية يقدرون يتبنون المنتجات اللي عندنا، احنا نقدر مثلا نستورد المنتجات اللي عندهم، يعني كل شيء موجود في كل العالم، كله موجود في صحيح. مكان واحد. صحيح. يعني نقدر نروح مثلا جناح ماليزيا مثلا ونقولهم شو الشركات اللي عندكم، شو الايفنتات اللي عندكم مختصة في الزراعة، فبدل ما نروح ماليزيا موجودين هني في إكسبو. صحيح. ونتفق معاهم ونتشارك معاهم في نفس الوقت، هم موجودين بعد في هذا المكان يقدرون يطلعون على تجاربنا إذا هم حابين يتبنونها أو لا. بالضبط بالضبط. ومريم، أنت بالمجال اللي مثل ما حكينا اللي أنت فيه أكيد واجهت كتير تحديات، مثل ما كنا عم نحكي قبل الهواء أنه مجال جديد وصعب، وما في يعني واحد يتعلم من الآخرين خاصة بالدول العربية، عشان كنت جديدة يعني كنت من الأوائل اللي أدخلوا هذا الموضوع على البلد وعلى الدول العربية. شو نصيحتك لرواد الأعمال لما تواجههم تحديات؟ كيف يعني أهم هيك 3 نصائح كيف يتغلبوا على هيدا التحديات؟ هو أي شيء جديد أو أي شيء غير متعارف عليه فيه تحديات، وتحديات يعني يعني المعيار عنده عالي جدا. ولكن إذا حد يعني نصيحتي إذا في حد حاب يدخل في مجال جديد أو مو متعارف عليه إنه هو كشخص بيدخل في هالمجال، نعم، يصبر. نعم. يصبر، وكل ما يسكر لباب يدور باب، كل ما يسكر لباب يدور لباب، لأنه في النهاية أكيد بيحصل المسار اللي هو يتخيل نفسه فيه. صحيح. أهم شيء الصبر. الصبر. وختاما مريم، شو مشاريعك المستقبلية؟ بعرف أنت طموحة كتير، ومثل ما قلتي ما في شيء مستحيل ولا تتوقفين. شو واتس نكست؟ يعني شو المشاريع المستقبلية؟ المشاريع المستقبلية إن إحنا ننقل تجربة نبتة لدول أخرى. نعم. وننجحها
ونراويهم ان من الامارات يطلع شيء مثل هالمشروع. يا هلا يا هلا مريم، انت شرفتينا اليوم، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. الله يخليك، شكرا. يا هلا يا هلا، وهلا بنعود لكم زملائنا بمركز الاخبار لاستكمال فقرات اكسبو هذا الصباح. شكرا لك هالة وايضا لضيفتك الكريمه، والان مشاهدينا نتابع اكسبو في صور ثم